في أعقاب عدم استجابة بلدية نتسارت عليت لالتماس المؤسسات التي تعنى بحقوق فلسطيني الداخل الذي ألزمها بإضافة اللغة العربية على لافتات الشوارع ومفارق الأحياء والمؤسسات الرسمية في المدينة، تقدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة لرئيس البلدية ألزمته بتنفيذ قرار المحكمة الذي ضرب بعرض الحائط منذ أكثر من 10 سنوات. رفض إضافة اللغة العربية هو استهتار في المواطنين والسكان العرب اللي هن ساكنين في الناصر العليا، فبالتالي عم نحكي قاعدين على مدينة مختلطة، فعمليا البلدية عم بتمرق لهن بلاغ أو رسالة إنه هن مش مرغوبين فيهن، لغتهن مش مرغوبة فيهن، مش معترف فيهن، وبالتالي عمليا إنه في استهتار ومس بحقهن بالكرامة والمساواة. رغم نسبة العرب التي تعدت 23% بهذه المدينة المختلطة، ما زال تعامل مؤسساتها ينتهج أسلوبا لطالما اتبع بتهميش العرب ومتطلباتهم الأساسية، حيث أصر على خط اللافتات باللغة العبرية والإنجليزية وحتى الروسية، وتجاهل العربية رغم كونها لغة رسمية من المفترض أنها الثانية في هذه الدولة العنصرية. اللغة العربية حتى الآن لم توضع على لافتات مكاتب عمارة البلدية ولا على البلدية من الخارج، وهذا بحد ذاته تنفيذ جزئي لقرار محكمة العدل، ونحن نؤيد توجه عدالة مرة أخرى من أجل إلزام البلدية بوضع اللغة العربية كلغة رسمية على كافة لافتات شوارع المدينة وكذلك على مبنى ومكاتب البلدية والشركات التابعة لها. نموذج حي للعنصرية الإسرائيلية ارتسم بطابع نتسارت عليت هذه المدينة التي أقيمت على أراضي الناصرة وقراها المحيطة والتي تحرم سكانها العرب من أكثر الخدمات بديهية، باسطة عنصريتها بشكل واضح وجلي برفضها إضافة اللغة العربية أو حتى إقامة مدرسة عربية فيها، سياسات قديمة جديدة إن دلت فعلى تطرف أعمى واستهتار متواصل. سياسة واضحة لا مجال للنقاش فيها، مشحونة بالحقد والكراهية للعرب، تجلت بأبشع أشكالها بتجاهل للغة رسمية لا لشيء سوى لكونها اللغة العربية. من نتسارت عليت، سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين.